مشروع التدريب من أجل التشغيل. يساهم المشروع في القضاء على ظاهرة البطالة، والتي أصبحت تمثل أهم وأخطر المشاكل التي يعاني منها الشباب المصري. كما أن المشروع يساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للمواطن بصورة تتفق مع تطلعاته إلى مستقبل أفضل، وذلك من خلال تنفيذ برامج متخصصة ومتميزة للتدريب ثم التشغيل في كافة المجالات بالتعاون مع المعاهد المتخصصة التي تقوم برفع المستوى التدريبي للمواطن وزيادة مستوى الكفاءات والمناهج التدريبية لضمان مستوى مهني وفق المعايير المطلوبة لكل مهنة، ثم تقوم بتشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية في الأحياء والمدن والقرى بالمحافظات المختلفة تحت مظلة مشروع التدريب من أجل التشغيل. يمثل هذا المشروع نموذجاً للتعاون بين المراكز التعليمية والتدريبية مع منشآت القطاع الخاص وفق استراتيجيات مدروسة تهدف للتدريب من أجل التوظيف، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في الكوادر الوطنية، وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب للاعتماد على العنصر الوطني والاستفادة من المزايا التي يحققها، حيث أصبح التركيز الآن على توجيه الشباب للانخراط في أعمال القطاع الخاص، وأن الوظائف مطلب وطني، ولذلك فإنه لابد من ترسيخ وإدراك قيمة تلك المشاريع الكبيرة أو الضخمة والقيام فورا بتبني تلك المشاريع التي تقضي على البطالة في مصر للحصول على زمام المبادرة والريادة. عودة مرة تانية مع كل مشاهدينا، وبنواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. وطبعا مهم جدا ان احنا يبقى عندنا مبادرات لتدريب الشباب من اجل تأهيلهم للتشغيل. حقيقة احنا عندنا كفاءات على اعلى مستوى، لكن في بعض الاحيان بنحتاج التدريب علشان نتواكب مع معطيات العصر. تفاصيل اكتر عن هذه المبادرة وهذا المشروع من خلال لقائنا مع المهندس عاطف سعد، مدير عام الأكاديمية التدريبية بالغرفة التجارية. صباح الخير يا فندم. صباح النور. واهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا فندم. باشمهندس عاطف، يعني خلينا نبتدي ناخد فكرة عن المبادرة دي واهميتها وفي هذا التوقيت بالذات. تمام. حضرتك المبادرة طالعة من الغرفة التجارية للقاهرة، بين الغرفة من اكبر الغرف على مستوى الغرف في مصر بسبب عدد تجار مسجلين فيها. الغرفة فيها حوالي 450 ألف أو 500 ألف تاجر مسجل، فمن خلال كمان المسؤولية المجتمعية لغرفة القاهرة اللي احنا خدنا شهادة الأيزو 2015، منها المسؤولية المجتمعية ان انا اخرج خدماتي بره الموضوع خدمة التاجر، بيتخدم التاجر وغير التاجر. ففكرنا بصراحة ان احنا عندنا أكاديمية تدريب مجهزة يعني على أحدث مستوى، في عندي برامج تدريبية حوالي 22 برنامج، منها كل ما يهتم بالتاجر او تنميه مهارات التاجر. ففكرنا ازاي احنا ما نطلعش بره الصندوق بخلال خدمه المجتمع، ان انا عندي التاجر او صاحب العمل وعندي اللي بيجي بيتدرب، فقلت ليه انا ما بشغلش ده عندي ده كويس. في اللحظه دي انا فكرنا وعملنا المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفه، الراجل بصراحه كان مهتم جدا بالموضوع، اعضاء مجلس الاداره اهتموا بالموضوع، قدمت لهم المشروع فاشتغلنا عليه فتره كويسه. عملنا استمارات بالنسبه للتاجر او صاحب العمل، عملت استمارات بالنسبه للي عايز يتدرب، بقينا نقعد مع اصحاب الاعمال ومنهم التجار وبعض الشركات، وكنت انا بيجي بياخد الدوره التدريبيه عندي في عندي مثلا على سبيل المثال موارد البشريه، التنميه البشريه، فن البيع، الاي سي دي ال، اللغه الانجليزيه، برامج كتيره جدا يعني. فكنت بدرب المجموعه وبعدين بجهزهم للعمل، بيجي يتفق بياخد بيقعد بيعمل مع انترفيو، بيبعت الاتش ار عنده فبيقعد مع الراجل اللي عندنا مجموعه معينه، هو بيتطلب سن معين فبديله سن معين، بيطلب مؤهل معين
بتطلب برنامج تدريبي معين، ده كله ده موجود عندي. دربنا في فترة كبيرة جدا من 2009 لنشأة الأكاديمية حوالي 9000 حد. ايوه 9000 فرد بالظبط. منهم تجار وابناء التجار والعاملين لدى التجار. احب اقول لحضرتك جميع برامج الأكاديمية مجانا. تمام. احنا ما بناخدش فلوس. هو تدريب على ايه يا فندم؟ تدريب على مهارات حضرت. مثلا ايوه مهارات فن البيع، السوفت سكيلز كله. عندي اللغه الانجليزيه، عندي الاي سي دي ال، عندي الحاسب الالي. كان الهدف اصلا انشاء الاكاديميه هو تنميه مهارات التجار. تمام. وخاصه التجار التجزئه. فبدانا نشتغل جميع المحلات الكبيره، سلاسل المحلات خدوا عندنا برامج تدريبيه. في انا بهتم كمان دلوقتي بالتاجر الصغير. التاجر الصغير بالنسبه لي مهم جدا. ازاي احول التجاره التقليديه الى ازاي استخدم الحاسب الالي. عندنا معامل بيجي يتدرب على الحاسب الالي للسوفت والسوفت سكيلز كلها الموجوده عندي. انا حاليا دلوقتي بعمل مع بعض او في شركه معينه ان شاء الله هنشتغل معاها الاحتياجات الوظيفيه لكل سلاسل المحلات، بحيث بدل ما اقول انا يا جماعه ادوني انتوا عايزين محتاجين عدد 4 افراد 5 افراد في مهنه معينه، لا اقول لحضرتك انت عايز ايه؟ بدل ما انا افرض عليه، لا انا عايز اشوف هو عايز ايه، احتياجاتك ايه، احتياجاتك بالظبط ايه. بالتالي انا عندي اعداد كبيره جدا، انا بفضل اللي هو بياخد اللي هو بيشوف الوظيفه دي اللي يكون اولويه يكون واخد الدوره التدريبيه عندي في الاكاديميه. اعتقد انه في كتير من الجامعات بتعمل كده مع الخريجين بتوعهم، بيجيبوا شركات عالميه والطلبه الخريجين بيبقوا موجودين. يعني انا اعرف ان هو اسمه employment fair او فرصه للتسجيل بالنسبه للشركه. تمام. هل انتوا تقدروا برضو، يعني هل انتوا بتقدموا نفس الخدمات؟ ايوه. لاي حد بقى مش خريجين مثلا جامعات معينه؟ اي حد. انا الفئه المستهدفه عندي هو فئه الشباب من 18 ل 35 سنه. ده انا بركز على النقطه دي. هي من الناحيه الاجتماعيه فانا مستفاد ان انا بساهم في استراتيجيه الدوله ان احد من البطاله. طبعا. لو على ان انا كمان اثبت ان التدريب مهم جدا. طبعا. جدا. يمكن كانت ثقافتنا من 10 سنين ما كانش فيه تدريب. أيه. دلوقتي احنا تعبنا في البدايه عشان نجيب الاعداد دي. ثقافه الناس عموما او ثقافه مش هقول التاجر تحديدا، الثقافه العامه للبلد، التدريب ده معتقد ان هو بيضيع وقت. بالعكس هو بيجي بيستثمر وقته ويستثمر. يعني لو جه صاحب شركه بعد على الاقل 3 افراد او 4 افراد استثماره بيعود عليه بعد كده. صحيح. طبعا. طب باشمهندس، يعني خلينا هطلع شويه عن الموضوع بس هرجع له تاني. احنا برضو عندنا ثقافه ان الوظيفه، يعني انا خرجت عايز اشتغل في وظيفه حكوميه. تمام. مش هيفرق، يعني يفرق معايا جامد جدا ان انا الاقي وظيفه حكوميه غير ان انا اشتغل في القطاع الخاص. هل الثقافه دي ابتدت تتغير دلوقتي؟ هل نقدر نشجع اولادنا ان هم يشقوا طريقهم بره الوظائف الحكوميه؟ تمام. هو ده دور المجتمع كله دلوقتي، ان انا ابعد عن الوظيفه الحكوميه تماما. الوظيفه الحكوميه همومها كتير جدا، زائد التكدس الموجود في كل الاماكن الحكوميه. القطاع الخاص حاليا بجد انا من خلال ان انا في الغرفه التجاريه بقالي عمري كله في الغرفه التجاريه، تشجيع القطاع الخاص الدولة بدأت تشجعه، فبالتالي الأفراد يتجهوا للقطاع الخاص. الأماكن موجودة. إحنا سعادتك طلبت، كان في شركة من إحدى الشركات يعني لا أعرف اسمها، طلبت مجموعة شباب وجم يشتغلوا، وظيفة جميلة وحلوة ومرتبها كويس قوي. للأسف برضو اعتقاده إن هو هيروح في مكان بعيد، هي كانت بعيدة شوية عن القاهرة. راح فترة أو راح عشان يعمل انترفيو جه لقى بعد المسافة. ايه دي مشكلتنا برضو، ثقافة ان انا عايز اشتغل جنب البيت، ده خلاص لازم نشيل الكلام ده. صحيح. ده دور الاسرة، دور الجامعة، دور المحيط كله بتاعي ان انا ابعد فكرة الوظيفة الحكومية او اشتغل في اي مكان. حضرتك عندنا دلوقتي بره القاهرة اللي عايز يشتغل في شغل، في شغل كتير قوي. مصانع موجودة، سلاسل محلات كتير موجودة، بس مفيش حد بيشتغل الا لازم الاول يتدرب كويس عشان يعرف ياخد مرتب كويس. صحيح. طيب على الصعيد الاخر اصحاب العمل بقى. تمام. يعني مثلا انا شركه وعايزه متدربين وعايزه موظفين اعينهم، هم دورهم ايه في دعم برامج التدريب؟ لا هو عشان هو مسجل عندي او بيجي بخدمه، انا بيت التاجر او الغرفه دي بيت التجار، هو بيجي بيطلب مني الموظف يكون مؤهل، فانا بديله الموظف مؤهل بدون اي تكاليف. هو دوره ان هو بيساعد المجتمع برضه. افضل دي ان ياخد موظف او ياخد حد اتدرب وقعد عندي شهر ونص على الاقل عشان ياخد الدوره،
سلوكه أنا بشوفه في الأكاديمية، حضوره وغيابه بشوفه في الأكاديمية، انتظامه في المحاضرات بشوفه في الأكاديمية، فبالتالي يعني أنا عديت معاه نص المشوار اللي عشان ما يعملش معاه امتحان مدة اختبار مدة 3 شهور أو حاجة. طيب الدولة هي اللي بتوفر طبعاً التكلفة والمصاريف؟ لا يا فندم، الغرفة حضرتك قايمة بكل شيء، غرفة القاهرة بتدفع تكاليف المدربين، عندي بديله شهادة كتير دورة تدريبية وممكن أوثقها له من الخارجية، عندنا مكتب خارجية في الغرفة بوثقها له، حب هو يروح خارج البلد وبالغرفة يقول أنا خدت دورة تدريبية في الغرفة موثقة باعتماد رئيس الغرفة بشعار الغرفة وشعار الجمهورية كمان. صحيح. يا باشمهندس، يعني أهمية إن الراجل يتدرب أو الشاب يتدرب أو صاحب العمل كمان ممكن يتدرب. تمام. وإن هو يبقى مالك أدواته في مكانه اللي هو بياكل منه عيش. تمام. ده بيرفع سقف الربح، بيرفع سقف الطموح، ممكن يخليه ينقله من نقله لنقله. طبعا الرزق بتاع ربنا، لكن أكيد انا اسعى عبد وانا سمعت يعني. اكيد اكيد اكيد. حضرتك لو عندك اتنين فردين جم اشتغلوا، واحد لسه خريج السنه دي، واحد خريج السنه دي برضو بس خد في خلال الفتره بتاعه الدراسه الاربع سنين الجامعه دورات تدريبيه في كل مكان، بالتالي هتاخد الراجل يتدرب. اكيد طبعا. فلازم يجتهد. خلاص العصر بتاع ان انا اتوظف في اي مكان بسهوله مش موجود. طب خلينا اسالك معلش سؤال بقى تاني ليه علاقه بالواسطه، لان في شباب كتير ببقى قاعد معاهم بيقول لي بتجيله شغلانه مثلا، يقول يعني هو السؤال ليه شقين، الشق الاولاني يقول لك انا مش هبتدي ب 1000 ونص، ده قليل قوي بالنسبه لي، انا اقعد لغايه لما يجي لي الاربعه والخمسه، ويفضل قاعد على القهوه يشرب في تمام شاي وقهوه بقد الرقم اللي هو عايز ياخده. تمام مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه يقول لك ما حدش بيشتغل من غير واسطه. لا، في ناس كتير بتشتغل من غير واسطه، وبعدين الواسطه لو دخلتك مش هتقعدك، يعني محدش هيجاملك. تمام. هيجاملك في الدخول ماشي. تمام. لو انت بتخسر الشركه هيقول لك باي باي لو انت جاي من مين. فانا عايز حضرتك تاكد لي على النقطه دي عشان في شباب كتير قوي بيبقى. تمام. اقول لحضرتك حاجه، هي القطاع الخاص عموما الواسطه فيه نادرا، نتكلم بكل وضوح. انا كراجل صاحب مال عندي شركه فيها فلوس كتيره جدا، انا عايز انمي فلوسي واكترها، ما بجيبش حد عشان يقعد وادي له مرتب. تأكد تمام، القطاع الخاص مفيش الكلام حتى ده. حتى لو كان ابن طنط مش عارف ليه وممكن معرفش. لا يا فندم بيشتغل، حضرتك بيشتغل. القطاع الخاص. خسرني باي باي. القطاع الخاص. تحديدا القطاع الخاص بتاعنا اللي احنا عارفينه، اللي احنا بنخدمه. نادرا ما تلاقي حضرتك في واسطة. واسطة بيشتغل. هو ممكن يخليه لو واسطة بوزيشن أعلى في نفس المكان، بس مؤهلاته تخليه كده. تسمح له. طبعا طبعا. أما يعني مفيش مجاملات. لا، القطاع الخاص يا فندم مفيش فيه الكلام ده، مش موجود. قطاع المجاملات او المحسوبيه او الوساطه معروفه فين؟ طيب. حكومه. على فكره مش دايما. والله ده خلاص خلصت عمليه يعني، او قلت خالص. يعني قلت زمان من فتره كبيره كان فيه الكلام ده. طب برضو عايز حضرتك توجه كلمه للشباب اللي مش عايزين. والله حضرتك يعني من خلال ده مش صغيرين مبلغ من خلال الغرفه التجاريه، احنا بنفتح من خلال المسؤوليه المجتمعيه لغرفه القاهره، ان انا بقول اتفضلوا عندنا في دورات تدريبيه كتيره جدا مجانا، والله ما بناخدش فلوس عشان مبلغ 55 جنيه جديه الحجز والشهاده فقط لا غير. البرامج اللي هم 2000 و3000 جنيه انا بديها مجانا تماما تماما. لو حضرتك ما لقيتش فرصه عمل فبالتالي بأهلك للعمل. فتفضلوا غرفه القاهره فتحت رايحه لكل القاهره تماما، وممكن محافظات الاخرى تاني، انا برضو بساعد في محافظات اخرى وبلاقي لهم فرص عمل. وفي ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه في مبادره بيننا، او عملنا مبادره مع شركه هتجيب لنا الاحتياجات الوظيفيه لسلاسل المحلات الكبيره. لسه عاملين الاسبوع اللي فات مع جامعه خاصه برضو الموضوع خاص بالتدريب والتشغيل، لسه الاسبوع اللي فات مع جامعه في بني سويف. فالغرفه يعني هو يمكن ما حدش يقول ان دي حكومه، بس شغاله وشغاله قوي بطريقه كويسه جدا، يعني من خلال مجلس اداره. مجلس اداره عندنا قوي جدا 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 بصراحه. لو في موظف او في حد قدم له مشروع بيقف معاه. طيب سعادتكم او استيعابكم للمتدربين قد ايه؟ كل قد ايه؟ ايوه حضرتك، احنا عندنا دور بحاله، دور كامل. في عندي ثلاث معامل. المعمل فيه معمل او الكباستي بتاعته 44 فرد في دور. انا ممكن اشتغل ثلاث مرات في اليوم. لان الدوره التدريبيه يومين في الاسبوع، المره 4 ساعات. تمام. عندي قاعة كبيرة جدا بتسيع يعني 44 في 3 في لا 44 لا يا فندم 44 العدد 44 في من الساعة 10 للساعة 2 ومن 2 ل 6 ولو في بعد كده بشتغل. تمام. عندي قاعة تدريبية مجهزة، كله مجهز تماما. عندي قاعة تدريبية مجهزة بتاخد 48 فرد او 50 فرد.
لسه الغرفه يعني استلمنا قاعه اسمها قاعه مؤتمرات كبيره جدا بتسيح حوالي 400 و450 فرد. دي مجهزه تماما على احسن مستوى، لسه كمان افتتاح رسمي لسه ما عملناش، فممكن نستخدمها في ندوات والدورات التدريبيه. تمام، ده جميل. طب احنا مركزين على القاهره طبعا. وابتدينا حضرتك قلت بني سويف تقريبا. لا احنا عملنا اتفاقيه تعاون. طب عايزين بقى نشوف في بقيه المحافظات. المحافظات احنا بص حضرتك عايزين شبابنا كله ايه؟ بما ان حضرتك الغرفه اقليميه، يعني غرف التجاريه غرف اقليميه، فكل محافظه فيها غرفه. تمام، كويس. فكل محافظه بتعمل النشاط بتاعها بتقدمه لتجارها او لناسها. طب ما فيش كونتاكت بيت؟ في يا فندم، في عندنا اتحاد غرف تجاريه. برضو ده ماسكه يعني استاذ محترم استاذ احمد الوكيل. الفكره الحلوه بتعم على كل الفكره بالظبط كده. عندنا المهندس ابراهيم العربي اللي هو رئيس غرفه القاهره، برضه عضو في اتحاد الغرف ونائب اول رئيس الاتحاد، وهو بيشجع الموضوع. هو في اي محافظه بيجي برضه ممكن ياخد دورات تدريبيه عندنا. فدي سهل قوي. انا برضه بلاش اصحاب الاعمال في كل المحافظات اللي في القاهره وخارج القاهره يجيبوا لنا الاحتياجات بتاعتهم ايه، انا هديك موظف واخد دوره محترمه، دوره مش هكلفك حاجه وانا مش هاخد منك حاجه. في شركات تانية للتوظيف بتاخد كوميشن من، احنا ما بناخدش حاجة، احنا الجهة غير هادفة للربح. تمام، حتى في كل خدمات الغرفة كلها غير هادفة للربح. اي اتفضلي. طيب. معلش انا اسفة، الشكوى الأساسية في المجتمع البطالة وإن الشباب مش لاقي شغل، حضرتك بتقول إن أصحاب الأعمال عندهم شغل متوفر بس عايزين نوعية معينة من الشباب اللي تيجي تتوظف في الوظيفة دي أو تاخد البوزيشن ده. تمام. حضرتك قلت ان انتوا اشتغلتوا على 9000 تاجر تدريب، عملنا دورات تدريبيه كتير جدا جدا يعني. عظيم. عايزين ننشر الموضوع ده اكتر، يعني احنا عايزين عدد اكبر من الشباب يلجا لكم وياخد الدورات التدريبيه بحيث ان هو يقدر ان هو يلتحق بالاعمال او فرص الاعمال المتاحه ليه اللي هي بعد كده عشان ما يبقاش في شكوى ان في بطاله او ما فيش. أيوه. شغل يعملوا ايه؟ حضرتك يا فندم يكلموا مين؟ يعملوا ايه؟ يعني احكي لنا البروسيجر كده. انا ما علي ادرب واشوف له وظيفه في قطاع خاص، ممكن محل كبير، ممكن شركه قطاع خاص، بالتعاون بين الغرفه وبين رجال الاعمال. حضرتك بتتابعهم بعد كده ولا بتسيبهم؟ احنا اقول لحضرتك انا بتابع اللي هو طبعا اللي هو اللي بيروح بيشتغل. بتابعه. طبعا بتابعه وببقى مع المختص بشوف. لا يعني الشاب، انا معلش انا قصدي الشاب يجي يتقدم في الغرفه التجاريه التابعه يعني في القاهره. ايوه، يجي يتقدم يدفع 55 جنيه خلاص. ايوه، يجي ياخد دوره تدريبيه. وفي نفس الوقت في استماره، يمكن ممكن لو حد عرضها، الاستمارات بتاع التوظيف موجوده بناء الاستماره، وباخد كل بياناته وبوثق بقى حضرتك بياخد يعني دور. الاستماره دي تعتبر شبه سي في عند حضرتك بالظبط كده. طبعا موجوده. موجوده حضرتك ده كله موجوده. تمام، احنا غالبا عرضناها. بتبص على الورق ده كله بتختار. بالظبط بالظبط. في مثلا عايز حد، عايز سيلز مثلا، حد عايز حد بيشتغل في محاسب، عايز بيشتغل في على الحاسب الالي كان سكرتاريا، كل المجالات دي موجوده. كتير يا فندم. احنا شغلنا مجموعه. تمام، شغلنا مجموعه. بس المشكله برضو عشان نبقى في منطقيين، صاحب العمل احيانا بيحط راتب بسيط. فده بيخلي الشباب يهرب. طبعا طبعا. انا حطينا الحد الادنى 1000 جنيه. هو 1200 و1200، وفي ناس في وظيفهم بتوصل ل 3000 و4000 جنيه. تمام. فالشاب ما بيجي فبيقعد بعد ما ياخد الدوره التدريبيه فبيقعد مع صاحب العمل او الممثل دي فبيلاقي المرتب بسيط. انا ما اقدرش انا يعني احدد مرتب مع صاحب العمل، مش بتاعتي. أكيد. هو شايف المؤهلات اللي هو بيشتغل معاها هيكون ازاي. بس برضو خليني اقول، هل هو لما بيروح عند صاحب العمل او الشركه اللي هيشتغل فيها هيبقى عنده تامينات، هيبقى عنده كل المميزات بتاعه ان هو يشتغل حتى ولو يقبل بالمرتب الضعيف؟ بص حضرتك يا فندم، القطاع الخاص مش اول ما بيخش بيامن عليه. طب ما هو ده ظلم للشغل. بياخد فتره حضرتك عشان يشوف هل جربوا بعض او لا. شيء طبيعي. ممكن ياخد فتره. فبياخد فتره معاه 3 شهور 6 شهور حاجه زي كده، وبعد كده بياخد بالظبط. بياخد فتره عشان يشوف اذا كان يامن عليه هيستمر او لا. في حضرتك انا اعرف في ناس واعضاء مجلس الاداره عندنا بيقول لي الموظف بيجي بيقعد اسبوع وبيمشي وعارف هياخد مرتب كام. احنا يا استاذه ما فيش عندنا ثقافة الجلد، الصبر، التعب. ما فيش الإنسان عايز يقعد 8 ساعات عشان يلاقي مرتب كويس. مجرد ما بيسمع، وده حقيقة، إن في شركة تانية هو على سبيل المثال بياخد 1500 في الشركة عند حضرتك، هو شاف شركة عند الأستاذ ب 2000 جنيه بيجري مباشرة. طب أنت فين خبرتك؟ هتستفاد إمتى؟
علشان تروح لبقى 2000 جنيه، انت ممكن 2000 جنيه بس مش ما فيهاش مميزات اللي بتاخدها في 1500 جنيه. بس خلينا برضو نبقى منصفين ونقول ان الشاب برضو عايز يكون نفسه وعايز انا مع حضرتك يبقى يجيب عربيه وعايز يجيب شقه وعايز يجيب يا فندم يعني ما حدش بيبدا مره واحده طبعا كده طبعا. احنا كلنا تعبنا في البدايه عشان الانسان يوصل لمرحله كويسه يعني. بس ممكن برضو اصحاب العمل او اصحاب الشركات يعني مش ايده يعني هو من يعني اي السالري اي المرتبات المرتبات وشغل برضه المفروض تعلى شويه تعلى شويه بالاتفاق مع منظمات الاعمال دي مهمه جدا فيها مع الظروف اللي احنا فيها وغلاء الاسعار لازم يبقى في اعاده نظر مره ثانيه من اصحاب القطاع الخاص جدا بالمرتبات مهم جدا يعني عشان كمان ما ترغمش الشاب ان هو يشتغل عند حضرتك الصبح ويروح يدور على شغلانه ثانيه تمام فيجي لك مش مركز ومش شايف شغله هو المهم صح. المهم يعني هم يبصوا بس نظره بسبب ارتفاع المعيشه الموجوده والاقتصاد اللي بتاعنا اللي مش عارفينه وكده يعني نتمنى قريب المبادره دي مبادره محترمه وجميله الله يخليك وحاجه مهمه انها تتعمل عشان شبابنا واحنا محتاجين الله يخليك انا بس بشكر اعضاء مجلس الغرفه مين بمجهود كل عضو عايز يساهم عندنا اعضاء بيجيبوا وظائف حتى لو ما عندهمش في شركاتهم بيجيبوا وظائف لناس تانية او شركات اخرى ده مهم عندنا احنا كده هنقضي على البطاله ده ان شاء الله محترم إن شاء الله. عشان نقضي على البطاله ونشغل شبابنا ونفتح بيوت ونخلي العجله بتاعت الاقتصاد بتاعنا تدور لان لما الناس هتشتغل هتاخد فلوس هتشتغل ان شاء الله العجله هتدور صح ان شاء الله ان شاء الله احنا بنشكر حضرتك يا فندم واهلا بحضرتك معانا في مصر جميله اهلا بيك اهلا بيك هنطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وباقي فقراتنا النهارده في مصر جميلة.